أنا الآن جالس بين خيرة أبناء الجزائر وخيرة بنات الجزائر، نخبة النخبة، نخبة في علومهم كونهم ينتسبون إلى الجامعات، وهذا شرف كبير كونهم مثقفين ينتسبون إلى الجامعات، والشرف الأكبر كون هؤلاء الطلبة والطالبات الدارسين والدارسات في ركح الجامعات لم يمنعهم انشغالهم بالدراسة من أن يتصدروا أعلى الرتب. أنا أعرف طالب هنا يدرس في الطب، يعني الطب، سألوني أقول لكم ماذا يفعل الأطباء أثناء الحياة الجامعية، ومع ذلك هؤلاء يجدون وقتا للمشاركة والتنقل، فالجزائر لا تزال بخير إن شاء الله. ما شاء الله، ثلاث أطباء واحد صيدلي، ما شاء الله. والعلوم الأخرى معليش، العلوم الإسلامية هذا تخصصهم، فهؤلاء يزاحمونهم في تخصصهم في ميدانهم، لكن ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مثل هذه المسابقات ماذا أقول، تجسد قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله تعالى يحفظ القرآن الكريم، الله تعالى تكفل بحفظه من قبل ومن بعد، لكن مثل هذه المسابقات من شأنها أن تشجع الطلبة والطالبات على حفظ هذا القرآن الكريم وقراءته كما أنزله الله. وهذه المسابقات لا تكون إلا للمسلمين، يستحيل أن تجد مسيحيين مثلا يتبارون في الإنجيل، أو يهودا يتبارون في التوراة. كنت مرة في مصر وجلسنا نستمع إلى خطاب مطول من أحد رؤساء مصر، لعلكم عرفتموه، فقلت، وكان بجانبي واحد من الباباوات هذم تبع مصر، رئيس الكنيسة، كنا في جلسة هكذا عامة الأقباط، نعم، يحمل صليبا هنا وعامل يعني شكله مسيحي، فكان بجانبي، فلما صعدت البنت الجزائرية واسمها نسيت، هذه تاع الصيف ابنتنا وهيبة تومي ولا تومي حاجة كما هكذا، ها تومي، نعم وهيبة تومي، لما صعدت ليكرمها السيد الرئيس عليه رحمة الله، وكانت صغيرة في حجمها وفي سنها، وكان في يدي مصحف كبير، قلت لهذا البابا الذي كان جالسا بجنبي، نحن جزائريين كعادتنا ندخل في المواضيع ما يهمنا يعني، قلت له: أتنظر إلى هذه البنت الصغيرة؟ قال لي: نعم. قلت له: أتنظر إلى هذا المصحف الكبير؟ قال لي: نعم. قلت: كل هذا المصحف بجميع أوراقه في رأس هذه البنت الصغيرة، وهذا هو كتابنا، وهذا هو قرآننا، تحفظه في صدرها. ثم قلت له: لماذا أنتم لا تحفظون إنجيلكم؟ سؤال على المباشر. دائما نراكم في الكنائس تقرؤون من ورقة، وما رأيت صبيا، قال لي، ما زلت أذكر هذه الكلمة، قالها يعني يريد أن يتهرب، قال: نحن نفكر في إقامة مسابقة لصغار حفظة الإنجيل. فقلت له في قلبي بلغة الجزائريين: فاقوا، يستحيل، ما ينبغي لأمة أن تحفظ كتابها إلا الأمة الإسلامية. فهنيئا لكم أيها الشباب، البنات، طلبة، الطالبات، بارك الله في علمكم، وثقوا أن الله عز وجل سيحميكم بهذا الكتاب العزيز، وفقكم الله، ونلقاكم غدا في أشرس وأطيب وأطهر منافسة إن شاء الله. غدا نرتبكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.